قبل ما نقوله انا عايز اخد يعني رايك في اولا مستر موسيماني. انت ما كنتش معانا الاستوديو اللي فات. هو الراجل اتكلم بواقعيه جدا في المؤتمر الصحفي واتكلم كانه قاعد في النادي الاهلي مثلا بقاله فتره، وكان تركيزه منصب كله على ماتش الوداد، ولكن هو الوقت صعب جدا بالنسبه لمستر موسيماني. مفيش يعني في لعيبه بعيده، في لعيبه مصابه، في لعيبه هو قال انا عايز احافظ عليها بدل ما يحصل لها حاجه علشان ماتش الوداد قرب. اعتقد في صعوبه في المهمه لمستر موسيماني الفتره دي. مفيش شك في كده. هو طبعا مدير فني كبير لانه واخد بطوله ابطال افريقيا، واخد 5 دوري مع سان داونز، قعد مده طويله في فرقه واحده بتقدم اداء جيد جدا كلنا شفناه في معظم المباريات اللي لعبوها. لكن الوقت زي ما انت بتقول مهم جدا بالنسبه له. المهمه الاولى اللي هو مركز عليها اكيد مباراه الوداد، لانه الدوري العام انتهى والنادي الاهلي واخده. صحيح كل مباراه برضه بالنسبه للنادي الاهلي مهمه وعايز يحقق انجاز، انه يبقى اقل عدد مباريات من الهزايم، مكسب كبير، سكور كبير، كل دي حاجات، كل دي اهداف. ولكن الهدف المهم بالنسبه لمستر موسيماني دلوقتي هو بطوله افريقيا اللي كل جماهير النادي الاهلي مستنياها. لكن هو الثلاث مباريات اللي هيلعبهم، اللي هم لعب مباراه المقاولين ثم انبي ثم بيراميدز، مهما هو كان شاف فرقه الاهلي قدامه في مواجهات مباشره، ولكن احساسه باللعيبه لما يتعامل معاهم عن قرب ويبقى قريب منهم احساس بيبقى مختلف. تبقى انت عارف اللعيبه وامكانياتها، ولكن لما بتتعامل شخصيا معاهم، لما بتتعامل معاهم في الملعب في التدريبات، بتبقى الامور مختلفه شويه. فكل ده هو عايز يكتشفه في الثلاث مباريات دولت، على اساس انه مع المعلومات اللي عنده قبل كده في مواجهات النادي الاهلي، يبقى واقعيا في خلال 12 يوم قدر يلم الى حد ما الفرقه تحت ايده، يعني الناس المؤثره اللي بس هو اكيد يعني عنده تصور ولو حتى بنسبه 90% طبعا عن طريقه تشكيل، طريقه اللعب والتشكيل اكيد يعني. ما هو بص، اي مدير فني بيجي فرقه جديده في 3 4 حاجات بيركز عليهم. اولا هو لعب قدام النادي الاهلي، مظبوط، وفي البطوله ديت او في دوري المجموعات كان موجود مع النادي الاهلي، او قصدي في المباراه اللي هي اللي فاتت الاهلي كسبها 2 في افريقيا، وهنا 2 في جنوب افريقيا، وهنا هنا 2 وهناك هناك 1-1 ايوه. اكيد عنده التشكيل بتاع النادي الاهلي، وعارف انه التشكيل ده طالما لعب يبقى بيضم على الاقل 90% من العناصر الاساسيه اللي هو التشكيل اللي لعب قدامه، على الاقل هيبقى 90% من العناصر الاساسيه. لكن بيجي له برضه تقرير باللعيبه اللي لعبت، عدد مباريات مشاركاتها، ما هو دي بتبين لك مين الاساسي ومين الاحتياطي.